رحت فين؟ سيبيني في حالي والنبي. ايه ده؟ انت كاتبه الفاكهه دي كلها لوحدك؟ انا كنت قاعده زهقان، اعمل ايه يعني؟ زهقانه والزهقان ده ياكل بذر البرقوق وقشر الموز وانت قرد. ايه ده؟ هو الراجل ده مرجعش ياخدنا ليه؟ الساعه بقت 6 وانا تليفوني قطع شحن. ليلى على فكره دي بقت حاجه تقرف بجد. انا مش طايق نفسي، وانا مش عارف انا بعمل ايه هنا، وصور ايه وزفت ايه. مش كان زماني قاعد مع بيرلا دلوقتي؟ هو انت ليه فرحان قوي كده انك خاطب واحده اجنبيه؟ مالهم بنات بلدك يعني؟ بنات بلدي مالهم؟ بنات بلدي بيعملوا مؤامرات في الحمام مع امهات بلدي وخالات بلدي وجدات بلدي. حمام ايه؟ حمام مش عارفه الحمام. انا سامعكم بوداني دي اللي هياكلها الدود، وانت بتتفقي معاهم انك تطفشوا بيرلا مني. انا ما عملتش حاجه. لا عملتي، كان ناقص تعملي ايه تاني؟ ترصي على وشها ميه نار. ليه؟ هو انت شايفني سفاحه؟ وبعدين انا لو عايزه اطفش بيرلا بتاعتك دي كنت رحت قلت لاهلك انها قريبه مرات ابوك، بس انا ما عملتش كده. كتر خيرك. سامعكم بودني دي؟ سيبهولي. انا بجد مستعجب، انا مش فاهم ايه السواد والحقد اللي جواكي ده. من نفسنا ليه؟ من الاجانب ليه إيه؟ مين دي اللي من نفسنا؟ انت بنفسنا. انا نفس من دي؟ دي ما تجيش جنبي حاجه. انت اللي ماشي تريل على اي شعر اصفر. ايوه انا بريل يا ستي، انا بحب اريل، بعشق الرياله. انت مالك؟ بحب اريل على بيرلا حتى لايقه على بعض. بريل على بيرلا. عرف نور انت تافه يالا. ليلى امشي من قدامي. مش ماشي. امشي لحسن بجد، هديكي بوكسين في وقت واحد. لو راجل يعمل كده همشي انا، عشان انا ما بمدش ايدي على بنت. بقول لك ايه؟ ولا هغرقك في البحر يالا.
في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ انا بعت معاك لوحدي هنا في الجزيره. استغفر الله العظيم، بجد اللي انت بتقوليه ده؟ لا يا ستي اطمني اطمني، انا كنت فاتح باب الجزيره سايبه مفتوح. يا شيخ حرام عليك، هو ده اللي في مخك، ده اللي في دماغك، بس ده اللي فارق معاكي. كمان نايمه جنبك. نايمه جنبك وانا شلتك جبتك هنا، ما انت اللي جيتي. وانا بتقلب وانا نايمه فصحيت لقيت نفسي هنا. تقلبي؟ تقلبي بالمخده وبالسجاده؟ ما تقلبتيش ليه بالكنبه بالمره؟ ولا كنت تقلبي لغايه ما تطلعي فوق النار دي كده؟ كنا صحينا لقيناكي مقليه ولا مشويه حتى. على فكره انا مش هينفع اقعد معاك لوحدنا. لا والنبي اقعدي شويه، ابوس ايدك عشان خاطري، اقعدي معايا شويه. يعني انا اللي طايق قوي حاجه تعرف حد صح حد كده يا شيخ حرام عليك. ايه ده؟ انت لوحدك في الجزيره؟ ده جزيره هي سرير 80 سنتي. ايه ده؟ بصي قدامك. نور مش ولا سمكه. نور على فكره الحته دي ما فيهاش سمك. ليه يعني؟ الواد بسطت في البانيو ده بحر. انا غلطانه اني جايه اقول لك، بدل ما انت بقالك ساعه كده واقف بشكلك العبيط ده. عبيط؟ طب امشي بقى يا ام 44 انت، بدل ما مرش الرمح ده في بطنك. على فكره وسطك انت واصله اكلك زي الزومبي. انت جايه بتعملي ايه؟ ما تروحي تروقي الجزيره وتنفضي الصخر. ما فيهاش سمك ده بحر، هيكون في ايه؟ في سمك. والله لو ما جيتي لاكلها لوحدي كلها. يا نور انت يا عم خزاع. تريقي تريقي، تعالي تعالي شوفي اصطدت ايه يا هانم، عشان بس ما تقعديش تتريقي عليا وتقولي لي البحر ما فيهوش سمك. تعالي بصي السمك